قصيده إيه نعم العمر فاني. احنا للحين طمعانين بابداعاتك والناس بس بقولها. يقول يا هذه نصيحه، يقول يا صاحبي حذراك من كل مايل، يا صاحبي حذراك من كل مايل، حذراك لا تقرب رعاه الرذيله، ما من وراهم غير ذنب في شايل، الوجه مظلم والفعايل هزيله، حديدهم ما بين قيل وقايل، ولا فيهم اللي ينتصح لا حكيله، ولا فيهم اللي يرتكيه للثقايل، ولا فيهم اللي قال همك اشيله، ارخوم وجمعاهم الجسد ردايل، والبعد عنهم يسنع في فضيله، خلك مع اللي في صفوفه الاوايل، العمر فاني والليالي قليله، حافظ على نفسك بشتى الوسائل، واحرص على كسب الفعول المهيله، احفظ كتاب الله وكب الهزايل، وخلك على ما قيل فخر القبيله، اعزم واذبح والتطم كل عايل، واقهر عدوينك بفعل الجزيله، خل القبائل فيك تضرب مثايل، وخل العرب تروي قصصك الجميله، الذكر باقي لكن العمر زايل، والطيب ما يبغى يدين بخيله، وان كان مالك في حياتك فعايل، في الموت خير من الحياه الذليله، اما تعيش العمر والراس طايل ولا تموت من قبل جبل بشيله. سلام.